اعتنق الإنسانية أولا ثم اعتنق ما شئت من الأديان. أكيد مرت عليك المقولة هذه من قبل. الكثير يعتقد أن الإنسانية هو مصطلح يعبر عن قيم نبيلة مثل الرحمة والتسامح والترابط وغيرها. الحقيقة الإنسانية كلمة في حد ذاتها لا تنفي اتهاما ولا تعطي نزاهة ولا تمنح وساما. الإنسانية كلمة تعبر عن قطاع كبير من المخلوقات ارتكبوا في حق أنفسهم وفي حق غيرهم الكثير من الجرائم. الإنسان هو من يبيد أخاه الإنسان من عرق آخر إبادة جماعية ويسرق أرضه وبيته وممتلكاته. الإنسان هو من يستبيح الكذب ليصل إلى مآربه، هو من يستحل الخداع ليحقق أهدافه. ولعجيب الأمر أن كلمة الإنسان لم ترد في موضع واحد في القرآن مقترنة بشيء حميد أو بذكر طيب. راجع معي، قتل الإنسان ما أكفره، إن الإنسان لربه لكنود، وكان الإنسان عجولا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، كلا إن الإنسان لا يطغى. حتى عندما قال له تشريفا وتكريما لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أردف بعدها يقول ثم رددناه أسفل سافلين. من يعرف المنتج أكثر من صانعه؟ ومن يعرف الإنسان أكثر من خالقه؟ ألم يقل الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد؟ هل معنى ذلك أن الله يحتقر خلقه؟ هل يبغض الله الإنسان عندما لم يذكره إلا باللوم والتقريع؟ لتفهم هذا الأمر يجب أن تدرك أن الله خلقنا جميعا بشرا. يولد الإنسان كالصفحة البيضاء، لا يولد ظالما ولا يولد صالحا، يولد إنسانا فقط. هذه هي الصفة المجردة المشتركة. إذا بقي على إنسانيته المجردة بقي على جهالته وحماقته، بقي على طمعه وحبه للدنيا وإيثاره لنفسه، بقي على كل الصفات التي أوصلت الإنسانية لمشهدها الحالي. وليس الحالي فقط، البشرية لم تصبح مؤذية اليوم، بل إن أول جيل من البشر استوطن الأرض قتل فيه أخ أخاه. تخيل. طيب إيش الشيء تقول لنا يعني؟ لا أمل في الإنسان، لا سبيل له إلى الارتقاء. الحقيقة هذا محض تشاؤم لا يليق بمن يعرف الله ويتصل به. هناك مقام أعلى من مقام الإنسانية وهو مقام الإيمان. الناس في القرآن درجات ومنازل، عبر الله عن كل طائفة منهم بمسمى. هناك الإنسان وهناك الكافر وهناك المؤمن وهناك المنافق. الإنسان هو التعريف الأول، وهو الصفة التي ستظل لصيقة بك طيلة حياتك. فإن كنت كافرا أو مؤمنا أو حتى منافقا فأنت أولا وأخيرا إنسان، لكنك إذا أردت العلو والسمو والرفعة فلا سبيل لذلك إلا بالإيمان. وقد رأيت بنفسك كيف تحدث الله عن الإنسان، انظر الآن كيف تحدث عن المؤمنين. قد أفلح المؤمنون، يرفع الله الذين آمنوا، وبشر المؤمنين. تأمل مرة أخرى في الآية التي وضعت مقارنة واضحة بين الإنسان وبين المؤمن. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وإضافة لكل ذلك فإن الله يرعى المؤمنين بتوجيه خاص يسمو بهم عن كل جهالة ويعينهم على مغالبة طبيعتهم البشرية. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. الفارق بين موطن ذكر كلمة الإنسان في القرآن وموطن ذكر كلمة المؤمن يوضح شكل الحياة بغير إيمان. الحياة بدون إيمان هي دروب مظلمة من العدم، والإنسان بدون إيمان هو كائن فوضوي عشوائي. فادخل مدرسة الله وتأدب بأدبه وتربى على تعاليمه، ذلك هو السبيل الوحيد لكي تسمو. لا ترضى أن تكون مجرد إنسان.